السلام عليكم، مرحبا بكم. واضح عن محمد خساني. قال لي الحظ، ويعني مو مش الحظ، اني تعبت وخدمت واخذت المركز الاول، لهذا بدات الانطلاقه تاعي في لي سيت كوم وفي البرامج وفي الحصص وحتى المسلسلات. قدسة، وحنا والدينا ربونا على الدين، ماشي يجي واحد سبق لحيته يقول لي انا هاكي دير كي دير. انا الدين ربوني عليه والديا، ونقرا في القران، ما نقدر ما يجيش حتى واحد يعني بصودو امام يقول لي باللي تافي. رسالة للجمهور الكريم وجمهور محمد خساني، نقول لها إن شاء الله نكون ديما عند حسن ظن الجمهور، وإن شاء الله نزيد نطلع ونزيد نتطور باش ديما تكونوا فرحانين بيا وفخورين بيا، لأنه حب الجمهور نعمة من عند الله، وأنا يا نحمد ربي على هذه النعمة. يعطيكم الصحة. واضح، شرفتوني، مع السلامة.